السلام عليكم، معكم اخوكم محمد سلاح بقناة عالم الطيور والنبات. رح نحكي اليوم بهي القناة هاي الجديدة اللي عملتها انا عن طيور الزينة، عن التربية، عن التكاثر، عن الانتاج، عن مشاكل بقضوها المربين مع طيور الزينة. رح نحكي ثانيا عن النباتات، عن الزراعة المنزلية للمبتدئين واكسار النبات عن طريق البذور والعقل والتسميد الصحيح وكل ما تحتاج معرفته عن النباتات تجده في هذه القناة إن شاء الله. إذا أنت مهتم بهاي الأمور، هاي النبات وطيور الزينة، اعمل اشتراك للقناة وشغل زر الجرس واعمل لايكات للفيديوهات الموجودة عشان تعرف الفيديوهات اللي راح أنشرها. وشكرا لكم جميعا، مع حبي، السلام عليكم.